السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناتكم قناة سيراميد. في هذه الحلقة هذه إن شاء الله غادي نكملوا على السلسلة ديالنا لإكسل، كيف ما شفنا في الحلقات السابقة لو فونكسيون سي لو فونكسيون سي و المونيتير و لي دات الكالكول إلى غير ذلك. في هذه الحلقة هذه إن شاء الله غادي نشوفوا لو فونكسيون نومبر سي اللي كاينه عندنا في الإكسل واللي كنحتاجوها في الخدمة ديالنا. هي الطريقة جد سهلة، يعني ما كاينش شي صعوبة غير الفهم ديالها والسنتاكس ديالها. لاحظوا معايا عندنا واحد ان طابل، عندنا لي نوم، عندنا لي نوط، عندنا لو موان ديالو اوبسيرفاسيون ديالو، كاين اللي كيفما كتشوفوا معايا هنا في لو اوبزيرفاسيون كاين غاتخاباج، يعني راه غادي يعاود ادمين غاتخاباج اجورني، زعما راه يعني مرفوض ما يمكنش يدوبلي. وكتشوفوا كما يوجد كذلك ادمين، يعني راه نجح. وكتشوفوا كذلك في هاد الطابل الثاني لو نومبر دي تيتود كي نو سون با ادمين، يعني العدد de les étudiants les manchus on le nombre d'étudiants qui ne sont pas rattrapés يعني اللي عندهم rattrapage يعني غادي يعاودوا و le nombre d'études qui admin و النسبه اللي نجحت. يعني هنا اش كنحتاجوا في هذا الكالكول هذا باش نحسبوا الكالكول، يعني خصنا لو نومبر سي لو فونكسيون نومبر سي نبداو على بركه الله ايغال ان بين ها هي كما كتشوفوا كتكتب هكذا نومبر سي نومبر سي ونسيليكسيوني كاين عندي لو طابل كاملين هكذا ونفيرغي. يعني في الاول لو نومبر دي ستوديو كي نو سون با ادمي، يعني اللي ما عندهمش نجاح، يعني اللي ما ناجحينش، يعني اللي ما ناجحينش عندنا اجورن او غاتخاباج اجورن او غاتخاباج اجون واتخاباج. هنا كندير تو خالف، يعني اللي كتخالف ادمين ادمي ادمي فيرغول سدو القوس ديالنا اوكي. لاحظوا معايا عطاني اربعة، نحسبو كيما كتشوفو معايا غاتخاباج واحد ادمين لا ادمين لا غاتخاباج تاني هي جوج ثلاثة اربعة، يعني اربعة اللي ما ناجحينش. نشوفو الثانية لو نومبر دي ستوديو كي نو سون با غاتخاباج، لي عندهم را تراباج، يعني لي عندهم را تراباج لو نومبر دي ستوديو كي نو سون غاتخاباج، يعني لي عندهم غاتخاباج ايكال امبير نومبر سي نسيليكسيوني بوان فيغول هنا اللي عندهم غاتخاباج 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 الخوز ديالنا اوكي لا اوكي. عادوا معايا شحال عندنا غاتخاباج واحد جوج ثلاثة، يعني ثلاثة لقى عندهم راتراباج كيف ما كتلاحظوا معايا. عطا الريزولتا غاتخاباج هنا ديزولي كاين واحد الايرور هنا لو نومبر دي ستوديون غاتخاباج هكذا. هنا لو نومبر دي ستوديو كي اي ادمين هنا كي غاتخاباج هنا لو نومبر دي ستوديو كي ادمين، يعني هنا اللي نجحوا يعني عندهم ادمين ايغال امبير سي سيليكسيوني الطابل ديالي بوان فيرغول ونكتب الكلمة اللي عندي في الطابل شنو عندنا ادمين نحسب لي اللي عندهم ادمين اوكي. هادو ما عندي جوج ها هما كيف طلع لنا اللي عنده 11 وعنده 14 ادمين ادمين. هنا هذا غاتخاباج يعني ما عندوش الموين 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 هنا عنده موين خطا هنا اسمعوا عفوا هنا الموين هذا لا يعني الموين اوكي عطا 10 يعني هنا زيادة، يعني بوان فيرغول ما كيعتبرهاش ما كيحسبهاش
كيف ما كتلاحظوا معايا، هذه الطريقه باش كنستعملوا لومبرسي. كيف ما كتشوف معايا، كنديكلاري لو فونكسيون mb.c، وكنسيلكسيون لو طابل ديالنا بوان فيرغول وما بين لي كولات. يعني الا كانت كتخالف ديك ادمين، يعني كدير سوبيريور انفيريور ادمين، سينون كتكتب يعني يحسب لك لي نومبر مثلا لي راتراباج اجور ادمين الى غير ذلك. هنا كنكونوا وصلنا الى نهايه الحلقه. اتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. اللي عنده شي ملاحظه او شي تدخل يمكن لك توضعه في التعليق، وان شاء الله. ونتمنى كذلك انك تشاهد لا سيري ديال الاكسل من الاول حتى الاخر، يعني باش تستفاد اكثر. ولكن اي تساؤل او شيء غير منه يمكن لكم توضعه في التعليق. ونتمنى ان الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وبالضغط على زر لايك كتشجيع لنا. شكرا، دمتم برعايه الله. كان معكم في الاعداد والتقديم محمد عسيلة.